نعمل لهنا السيدة ما تخليش راسها حتى الساعات ساعتها، واخا يكون الخير كله موجود يعني منقية القوام ديالها ومقدة أمورها، حتى تبقى لها هذيك نهار ولا يومين عاد تخلط الصفوف ديالها. أنا تنصح السيدة فوق ما وجدت القوام ديالها مثلا بسيمانة أو مثلا زوج سيمانات ما كاين حتى شي مشكل، يكفي أنها تخلط الصفوف ديالها عادي، وغادي تكون أكيدة السيدة بأن راه كل ما طالت لنا هاد الصفوف ديالنا كل ما طال لنا يعني وهي مخلطة بطبيعة الحال، اذا وتتعطينا واحد النكهه الخاصه يعني كل حاجه ضفناها في هذه الصفوف ديالنا الا وتتعطينا ديك اللذه الخاصه وتكون تلقات لنا يعني في الصفوف ديالنا وتجينا بشكل ممتاز. انا شي مرات كتجيني البنه ديال الصفوف تم بعد رمضان داك الاخر اللي كيبقى داك الاخر اللي تيبقى في السطل اللي كيكون بنين. الله يعطيك الرضا. انا كذلك يعني ما ناكلش صفوف في رمضان، ولكن من بعد رمضان الحمد لله الا قدرت نصوم راني تنتناولو، ما كانش تنديروا داك الكويز ديال اتاي مع داك الطبيسي ديال الصفوف وحنا واكلين الحمد لله. الحمد لله. نعم لاله. وهنا كذلك نصيحة أخرى في نفس السياق هي أن السيدة احنا في الغالب هنا في مدينة مكناس كاين السيدة اللي تتعتمد على الزيت فقط، يعني الزيت أو القوام صافي ما تزيد لا عليها والو، ولكن كل سيدة على حسب الاختيار أو يعني باش تختار أن تاكل الصفوف ديالها. لكن السيدة اللي تتخلطها بالعسل أو الزبدة أو هنا أنا تنصح السيدة إذا كانت غادي تخلط الصفوف ديالها بالزيت يكفي أنها تطيب الزيت مزيان بواحد الشكل يعني حتى تطيبو تأكد بأنه بحال اللي طاب وتطفي عليه حتى يبرد بمعنى الكلمة يبرد صافي تبقى تقيسو بيدها ويجيها بارد، عاد تخلط يعني الصفوف ديالها وتكون أكيدة شحال ما طالت ليها هاد الصفوف هادي ما تتغير لا مذاق لا والو تتبقى هي هي. أيوا وربما ديك الزيت كطيب حتى كنحيدو ديك الزبدة ديال الزيت اللي كنقولو ديك الرغوة ديال الزيت الحيدوة. نعم لاله. هي اللي كتغوي شي شوية الصفوف. أيه يعطيك الستر. نعم وكذلك نصيحة أخرى سيدة الى سخنت الزيت ديالها ما تزربش عليه، يعني ما تخلطهاش وهو مازال الزيت سخون، بحيث شحال ما درنا فيها ديال القوام سبحان الله ما حدا عفوا هي تطول وهو تيتكور لنا داك القوام يعني في الدقيق ديالنا في هاد الصفوف ديالنا ما تيجيناش هو هذاك. اذا خليها حتى تبرد، يعني حتى هذه راه نصيحه ما تخلطش السيده الصفوف ديالها بالزيت سخون. نعم لاله. وكذلك نبقى في النصيحه الاخيره اللي غادي نقول عليها ديال الصفوف كذلك. أيه. ولكن مازال الوقت انا غادي نزيد السيدات نصائح. مرحبا. اذا نعم لاله. اذا السيده اللي عندها الصفوف ديالها بطبيعه الحال وتيكون عندها القوام كثير ما تقولش انني غادي نكثر الطحين باش تكثر ليا هذا يكثر ليا السلو ديالي او الصفوف يعني ويبقى لي مده طويله، لا انا تنصح السيدات باش الا دارت الثلث ديال الطحين دير ثلثين ديال القوام. أيه. يعني هذا القوام هو اللي تيعطينا اللذه الحقيقيه في هذه الصفوف ديالنا وتنبقاو نحن صيام تندقوا ديك المعلقه وتجينا في واحد الشكل ممتاز بعد ما بطبيعه الحال تنتناولوا الفطور ديال المغرب بالصحه والراحه وتنجيو من التراويح تنحطوا داك الطبيسيل قدامنا تنكونوا تنتلذوا غير بداك المذاق ديال اللوز القرقاع، يعني تيجينا في ديك النكهه اللي حنا بغينا بالصحه والراحه. اي الله يعطيك الصحه. ما عندي ما يتسالك فاتحه تبارك الله عليك. نعم الله يسهل عليك. نعم لاله. وكذلك بغيت نعطي الاخوات يعني راه تبارك الله على كل سيده دائما عينها كبيره وتعجبها يعني تاخذ شويه من هذا الديسير وشويه منا وشويه منا يعني حتى تنكثروا، اذا تنبقاو نتناولوا ذاك الديسير وتتبقى لنا ديك الوحده جوج من كل نوع من الديسير اللي عندنا. اذا هنا السيده تتقول هذا ما غاديش يكفيني، انا غادي نقترح على السيده عصير وديسير في نفس الوقت، وغتكون اكيد السيده بانها غادي تناولوا هذا كوجبه يعني في وقت السحور. أيه. يعني تيجي هذا واحد الوجبه ممتازه. اذا تتاخذ السيده يعني ذاك الكميه اللي عندها مثلا الخوخ الفريز البنان التفاح يعني الحاجه اللي عندها منها حبه حبه. أيه. وتقطعها بحال الشكل ديال السلطه فخوي يعني معروفه. أيه. ودير عليها المقدار اللي بغات ديال السنيده ما تحركها ما والو، تخليها واحد لمده ساعه حتى تشوف داك السنيده شربها لها هذاك الديسير اللي عندها كامله، يعني ما بقاتش باينه لينا فوق الديسير. اذا سنخلطوه بشكل عادي ونعمروه في الكويسات ديالنا، ثم من بعد تنخليه واحد الفراغ صغير وتنجيبوا الياغورت بالنكهه اللي حنا بغينا. أيه. وتنديروا معلقه على كل وجه ديال الكويس، والمكسرات اللي عندنا مثلا لوز ايفيلي قرقاع يعني اي حاجه عندنا من المهرمشات هكا المكسرات ونبقاو نزينوا بها هاد الكويسات ديالنا ونخليهم غير واحد شويه يعني حتى الوقت اللي غنبغيو نتناولوهم. واكيد ان السيده غادي تاخذ عصير وديسير في نفس الوقت منسم بالمكسرات والصحه والراحه. الله يعطيك الصحه. ما عندي ما يتسالك فتيحه تبارك الله عليك.